رصد تقارير صحفية حالة التخبط السياسي التي يعيشها الرئيس التركي رجب أردوغان، خاصة بعد تكثيف فرنسا لتحركاتها مع دول الأطلس لردع النفوذ التركية في ليبيا. وبحسب عدة تقارير صحفية عربية، يشهد غرب البلاد حالة من التوتر السياسي بعد انسحاب قوات الجيش الوطني، بينما أثار قرار أمانة الرياض بإزالة اسم السلطان العثماني سليمان القانوني من أحد شوارعها الرئيسية تحمس المدن العربية الأخرى للتخلص من أثار الوجود العثماني. صحيفة البيان الإماراتية قالت إن مصادر من داخل طرابلس أكدت للصحيفة أن العصابات المسلحة باتت تتعامل مع غرب ليبيا على أنها غنيمة حرب بعد انسحاب الجيش الوطني، وأن جرائم حرب ارتكبت في حق المدنيين لكن لا أحد يستطيع إدانتها في ظل دكتاتورية الإرهابيين والمرتزقة. وقال إن عشرات جرائم القتل تم تسجيلها خلال الأيام الماضية، وتتم التغطية عليها بحملات دعائية تستهدف القوات المسلحة استنادا إلى فبركات تم الإعداد لها من قبل الغزو التركي لخلق رأي عام معادي للجيش في الداخل والخارج. وأضاف أن الجرائم المسجلة مرتبطة بالقتل لغاية السرقة والاستحواذ على الأملاك الخاصة وسرقة السيارات واقتحام المنازل والاختطاف على الهوية، وكذلك لتصفية الحسابات الشخصية. فيما قالت صحيفة الشرق الأوسط إن فرنسا كثفت تحركاتها مع شركائها في حلف شمال الأطلسي لمواجهة النفوذ التركية في ليبيا، حيث ذكرت مصادر من قصر إليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالات الأسبوع الماضي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، وسيجري اتصالات أخرى في الأسابيع المقبلة مع شركاء الحلف الأطلسي المنخرطين ميدانيا. واعتبرت دوائر الإليزيه أن التدخلات التركية في ليبيا لا يمكن القبول بها، وإن باريس لا يمكنها السماح بذلك، ما يشكل تصعيدا واضحا بوجه تركيا. أما صحيفة العرب فقد اهتمت بقرار أمانة الرياض إزالة اسم السلطان العثماني سليمان القانوني من أحد شوارعها الرئيسية، وأوضحت أن القرار أثار تحمس مدن عربية أخرى للتخلص من أثار الوجود العثماني في شوارعها ومبانيها كردة فعل على التدخل التركي في سوريا وليبيا، ورغبة أردوغان في استعادة النفوذ الذي كان لبلاده في عهد الإمبراطورية العثمانية. وذكرت أن قرار أمانة الرياض كان بمثابة رسالة رمزية حركت دعوات من مدن عربية للتخلص من بقايا الاستعمار العثماني في واقع دولي يشهد دعوات واسعة إلى رفع قضايا اعتذار وتعويذ من الدول الاستعمارية عما اقترفته في حق الدول المستعمرة خلال الحقب الماضية. لقناة ليبيا الحدث، أبو بكر يحيى.